اليوم المحكمة الدستورية أصدرت حكم ببطلان مرسوم الحل ومرسوم الدعوة، وأبطلت هذه العملية الانتخابية التي جرت في هذا المجلس، وأصدرت كذلك بأن يعود مجلس 2020 بقوة القانون، على أساس أن مرسوم الحل ومرسوم الدعوة كان هناك بطلان، وشابت هذه العملية الانتخابية بعض الإجراءات التي ترتب عليها هذا البطلان. البطلان يتعلق في مرسوم الحل ومرسوم الدعوة، وكذلك ما شابه من بعض المشايب التي شابت العملية الانتخابية في سنة 2022.